الالاند من حيث الفعاليه ومن حيث مبابي. سالوه ان كان سيتنقل الى ريال مدريد، رد بابتسامه عريضه ميدو. المسلسل حلقه اخرى، حلقه ثلاثه المسلسل مبابي ريال مدريد. اعتقد بانه امس في لما توج بجائزه افضل لاعب في الدوري الفرنسي قال لهم جي اونوري جي انون دو كونطرا جي اونوري، يعني اكيد انه سيكمل العام اللي تبقى في عقده الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان. المواسم تمضي والعمر يزيد والبقاء في البي اس جي اثر على اللاعب اكثر فاكثر. اليوم اللاعب يموت اكيد تتوج اربع مرات بجائزه افضل لاعب في الدوري الفرنسي اربع مرات متتاليه، شيء جيد. لكن جيد ايضا انك تلعب في نادي عملاق يفوز بدوري ابطال اوروبا وتفوز بالكره الذهبيه. لذلك مبابي حذاري، حتى الابتسامه اللي دارها بعد ما قال انه سيبقى طرح التأويلات في الصحافة الفرنسية والإسبانية، قال لك يعني أجاب بابتسامة تخلي العديد من التساؤلات. قال لهم جو سوي لا بوغ اون اوتر اني جو سوي اورو ايسي، وبعدها ابتسم مطولا. هذه وحتى هذه يعني فيها تأويلات، فيها تأويلات. لكن هل سيأتي ريال مدريد من أجل مبابي بعد كل ما فعله معهم الموسم الماضي؟ خلينا نقرأ تصريح بيب غوارديولا المدرب الأفضل هذا العام والذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي. بيب قال: عندما بدأت مسيرتي التدريبية فزت بالثلاثية، ست ألقاب متتالية، والناس توقعت هذا بكل موسم، وهذا لا يحدث لأنه في بعض الأحيان تفوز ومن الطبيعي أيضا أن تخسر. هل تعرف سر نجاحي كمدرب؟ ميسي، ليفاندوفسكي، هالاند، أغويرو في برشلونة وباير ومان سيتي، هذا هو نجاح بيب. بالطبع أحب أمي وجدي، لكن معهم لم أفز بدوري أبطال أوروبا. يعني يريد أن يقول بأن المدرب الكبير باللاعبين الكبار أيضا كريم. فيلسوف حتى في إجابة. تصريح مميز لبيب غوارديولا. رياض محرز فاز بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في مشواره، واحدة مع ليستر وأربعة مع مانشستر سيتي. يقولون بأنه وصله الآن عرض ضخم من السعودية بقيمة 60 مليون محرز يورو. فيها أيضا صحيفة لا ناسيونال الإسبانية 32 سنة. داك هو غير مازال شوية. أنا لي عرض الضخم وش راح يجي كل يوم هذا ما كان وش نقول. لكن حتى التحقيق الألقاب في انجلترا في اوروبا طرون دوزون كبير باش يكون على بالك. دوكا كي كل ما يطالب الفوتبول ويزيد كل ما مودريت 37 سنة مازال كيف صح او نيفو تيتولار انديس محرز او نيفو علاش محرز ماشي كيف كومباري مودريت مع محرز انا نكومباريهم تنجمش الاخر ديجا الاخر ان بوست ومحرز ان بوست خلينا من لي بوست بصح نحكيو على لا شارج دو ترافول لو بوا تاع الجوار في ايكيب مع لو بوا تاع الجوار تاع محرز ماشي كيف كيف. كيفاش انت توزن محرز في مانشستر سيتي هذا الموسم؟ ديجا موش يلعب سي با ان تيتولار انديسكوتابل سما سي با اون بياس عند بيب غوارديولا تحب ولا تكره امني داك يلعبوا مالغري مليح بلونترينور عامل هكذا هو رايو هكذا. اسمح لي كريم صح استعمل كثيرا في البطوله وكان عنده دور في دوري الابطال كان عنده دور كبير في فوز بالبطوله. قام بمباراه كبيره جدا في مباراه توتنهام لانه هذيك هي اللي رجعت للمنافسه 4-2 بعد ما كانوا منهزمين 2-0 حتى في ملعب الاتحاد مقابلات مع سجل في ملعب تشيلسي. قال لك بانه لا يعتمد عليه كمل لك الفكره تفضل لانه اولا مانشستر سيتي يلعب على ثلاث جبهات حتى في رابط ابطال اوروبا لعب ما لعبش في الادوار النهائيه لانه في 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 دور المجموعات لعب كثيرا في دور المجموعات يلعب في الكاس ويلعب في صحيح انه لا في با بارتي بالك من الخمسه افضل لاعبين يعني اللي يعتمد عليهم كثيرا غوارديولا ما يغيرهمش كثيرا نتحدث عن اغوار والله العظيم غير يبدل الفارق خاطش علاه شغل يدبدب فيه محرز ما تقوليش ما عادش يلعب بالون هذه ما كاش منها ستان طري طري بون جوار اللي ينجم يدير لك لا ديفيرونس ان امبورت كان مومون لكنه يفوز بالالقاب وراه سيتي مانشستر سيتي سيدي راه يلعب خيريزها الناس تشوفوا الناس تحبوا في الجزائر كاع يحبوا محرز لكن تلعب اليوم صحيفه ناسيونال في خلينا نكمل هذه الفكره ولا نرجع لي كريم تلعب مثلا 30 مباراه مع مانشستر سيتي في الموسم في كل المنافسات تحدد وتفوز في الاخير بالتشامبيونز ليغ ان شاء الله وتفوز ماشي باقي ما لازم الدوري افضل من تلعب 45 مباراه ولا 50 مباراه مع ارسنال وما تفوز بولا شيء في نهايه الموسم هذا عنده حسابات ايضا حسابات واش راك تشوف الامور تلعب وما تفوزش كريم نقول لك كل واحد كيف انا ما نحملش ما نلعبش يا اخو انا كنت جوار ما نحملش ما نلعبش
ما نلعبش نروح باش تكون على بالي. كل واحد عقليته. كل واحد عقليته. ما نلعبش نروح. أنا عامل هكذا يا أخو. كل واحد مونطاليتي تاع الدوك هو كل شيء يخمم ويخمم على الألقاب ولو يخمم يفوز بالمال بالدراهم فهمتني يدي كيما نقولوا الله يبارك في بعض الأحيان حتى في ولا يخمم يروح يلعب يبان كل واحد شي بان 32 سنة محمد وفي نهاية المسيرة محمد شوف في الألقاب والأموال الآن إما تيك هكذا نروح السعودية 60 مليون ولا شي على طاولة حوالي 60 مليون يتحدثون عن 60 مليون في سنة نحكموا لاعب مثل ألفاريز 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 بطل العالم هو ألفاريز بطل العالم في الفودان لاعب رائع نعم مانشستر سيتي تمتلك تشكيلة حتى بعض اللاعبين اللي قدروا يزعفوا أيضا يقول لك أنا نقعد في بنك الاحتياط وبالتالي كيكون عندك أن جروب أو سيريش تقدر ما تزعفش كي تلعب يعني بزاف في البطولة وتلعب شوية قد يزور أنتوري قعملها هما قعملها سيتي قعملها لي جوال نعم ميدو تفضل نعم كان في خبر لصحيفة ناسيونال صباحة اليوم تقول بأنه بايرن ميونخ ربما يفكر في استخدام محرز مقابل 30 إلى 35 مليون أورو الصحيفة نفسها كانت قالت بأنه حتى اللاعب لا يشعر بأنه مرتاح مع باب خاصة في دوري أبطال أوروبا ولكن بدأوا نخموا شوية اللوجيك ما تلعبش ربع النهائي أمام بايرن ميونخ ذهبا وإيابا صعبة ما تلعبش نصف نهائي أمام ريال مدريد ذهبا وإيابا كأساسي صعبة شوية تروح للنهائي اليوم قلت لي هذا كنا الحدود مشاركة محرز صح غوارديولا مجنون لكن لا أعتقد بأنه سيتفلسف مرة أخرى في النهائي قد يشارك نفس قد نرى محرز كأساسي يوم 3 جويليا يوم 3 جوان أمام مانشستر يونايتد أمام مانشستر يونايتد كأساسي في دوري أبطال أوروبا الله أعلم لذلك لاعب لي لا أعتقد بأنه يوجد لاعب في العالم يحب يراطي هاد لي غران رونديفو المواعيد الكبرى هذه أنك تكون في كرسي الاحتياط شوية توجعك ماشي كيما تكون أساسي وأنت تعرف أنك تستحق أن تكون فوق أرضية الميدان حتى غوارديولا يقول بأنه محرز يغضب كثير لما ما يلعبش يغضب كيفاش ما يغضبش سيتو ألجيريان دم سخون خو تشوف الظلم تشوف نير غرون ماتش بروشان ماتش ما كاشني أي يعني أنا وكاني ضربت محمد قالوا ماتش بيس ميتراس الماركي باس دي سي زيد بعد طيب نحيك اسمح لي غوارديولا عنده 25-26 لاعب تقريبا في نفس المستوى يلعب محرز ولا يلعب برناردو سيلفا برناردو سيلفا الآن يعتبر أحد أفضل لاعبين في العالم ألفاريز ولا يلعب في العالم أفضل لاعبين فوتبال ماشي سنتيمون نعم سيلفا ما تكمباريش كان جوا سيلفا كانوا جوا برناردو سيلفا ماركي ديفوندي يلعب مليح بالون حار كتب صح ما فهمناكش حار يلعب أساسي وبعدين تقول لي برناردو سيلفا عنده مكان كيفاش ما يلعبش برناردو بحبين سخسيك نحي برناردو سيلفا نحي واحد أخر أنا أقول لك برناردو سيلفا نو ماشي تنحي برناردو سيلفا برناردو عنده لابوليفالونس باش دخل محلات أنت على باك أنا أضل لك هكذا تروح لي سي لعب كان يلعب برناردو ويت ومحرز يخلي له الكولوار يدبر راسه يبدل التاكتيك ولا نحي نوطم جوا والكور باريس برناردو سيلفا يدخل لوسط الميدان لعب بها الموسم الماضي ولكن الآن النتائج في صالح غوارديولا شوف لما دخل غوندوغان مع دي بروين في الوسط وادوا موسم كبير صعيب جدا انه برناردو سيلفا يدخل شوف شغل لوتري الفوتبول خيارات تكتيكيه ولا الخيارات الفنيه صحيح مبنيه على معطيات ميدو ما تنجمش تهضر معاه كيما نقولوا حنا شغل سان باري تقدر تمشي لك تقدر ما تمشي لكش إذا يسي لو 3 2 4 1 مشات له ومن بعد زاد سياف مباراة العودة مع البايرن زادت مشات أو مباراة الذهاب مع ريال مشات صعب اليوم يغيرها لعيون محرز لذلك للأسف هذا هو الواقع أنا ليا نروح خويا حبيت تلعب أروح محرز اسم كبير نروح خويا يعطوني أوفر شباب نقلع طالون ديزون مع ذلك من حيث الإحصائيات محرز يبقى في الطوب طروات اللاعبين في هذا الموسم لا أكثر مساهمة الإحصائيات في صالح محرز هذا الموسم نعم.